اهلا يا حاج. ازيك يا ابو صلاح؟ شكلك لسه جاي من هناك على طول. جيت لك جاي. طب تعالى قول لي، قلت العنتر اللي اتفقنا عليه بالحرف الواحد، وكان ايه رد فعله؟ اتخض وبلم ووشه اصفر وبقت حالته حاله، بس عرفت حته الدين معلومه ما قدرتش اروح غير لما اجي اقولها لك الاول. ايه معلومه ايه؟ عنتر ورشوان وعزام اتضح ان هم مجرد واجهه لناس تانيه كبار وما يقدروش ياخدوا اي خطوه من غير ما يرجعوا له. عدلي؟ لا، عدلي ده اتضح ان هو مجرد مرسال بينهم وبين الناس الكبار دول. يبقى المساله زي ما انا قلت لك، ده عالم كبير وله اسياد وملوك، والاسياد دول ما يحبوش يظهروا في الواجهه، خصوصا في لعبه خطره زي دي. الحكايه كده ابتدت تقلق يا عم صلاح. وانت ايه يقلقك؟ في الاول كنا بنلعب قدام ناس عارفينهم وظاهرين قدام عينينا. عنتر ورشوان وعزام دول خلاص انا عارفهم وفاهمهم وحافظهم واقدر امن نفسي منهم. لكن الركب بقى على الناس الكبار اللي ظهروا قدامنا فجأة دول، هتقي شرهم ازاي يا عم صلاح؟ دي ناس لا عارفينهم ولا نقدر نوصل لهم، وفي نفس الوقت مضطرين نلعب معاهم. انت اصلك ما شفتش عنتر كان بيتكلم عنهم وكان عامل ازاي؟ ده كان مرعوب يا جدع، وقعد يقول للناس الكبار اللي ما بيرحموش، اللي مش عارف ايه اللي ابصر ايه، وكلام كده يرعب. وبعدين بيني وبينك انا نفسي الكيكه تطلع في العالي، مش روح هي اللي تطلع في العالي وقابل وجه كريم. شوف يا حربيني، طول ما البضاعه تحت ايديك انت في امان، والناس اللي انت خايف منهم دول هم اللي هيحموك، لانك بقيت غالي عندهم قوي يا حبيبي، بملايين بتمن البضاعه اللي تحت ايدك. ما ترخصش في نفسك يا حبيبي. شكلك كده واثق ان هم هيوافقوا على طلباتنا. ما عندهمش حل تاني. بحب فيك ثقتك في نفسك. ايه ده؟ مين اللي بيتصل بيه؟ دي دنيا. اه دنيا. ايه؟ طب وانت فين دلوقتي؟ طب اقفل، انا جاي حالا. في ايه يا حرب؟ زيد خطف دعاء من قدام بيت دنيا ومش عارفين خدها وراح فين. عملتي كده ليه يا دعاء؟ نصيب. نصيب؟ بتسيبي اهلك وحتتك وتبقى نفسك وتقولي لي نصيب؟ بتضحكي عليا وتقولي لي انك شغاله في مستشفى وانت شغاله في كباريه وتقولي لي نصيب؟ بتتعري وبتتهزي قدام الرجاله وبتقولي لي نصيب؟ نصيب؟ زين انت اكتر واحد يا زين حاسس بيا. انا اتقدمت وانا عيله صغيره، فتحت عليا على مرات اب شغلتني عندها اقل من الخدامه، ويوم ما عودي شاد رمتني في الشوارع لكلاب السكك عشان بس اجيب لها فلوس. اتلطمت من شغلانه لشغلانه لحد ما رسي بيا الحال في الكافيتيريا اللي انت عارف كويس قوي ايه اللي جرالي فيها. الكافيتيريا القبضايه اللي كانت مرات ابويا حباني ليه بتراب الفلوس. كنت عايز نعمل ايه يا زين؟ أرض ومناخ لكل ده. كان لازم أمشي، كان لازم أهرب من جو الزبالة اللي كانوا هيعيشوني فيه ده. مكانش قدامي حل تاني غير دنيا. أيوه دنيا هي كانت الحل الوحيد لكل اللي أنا فيه. تقومي تشتغلي في كباريه؟ كباريه يا دعاء؟ ده أنا طول عمري بقول البت دي بمية راجل. شافت قد ما شافت وقاست زي ما قاست، بس عمرها ما باعت ولا فرطت. امال اللي انا شفته في الكباريه ده كان ايه؟ احلام؟ تهيؤات؟ مقلت عليا زي ما انت عايز، بس في حاجه واحده بس لازم تبقى عارفها كويس قوي. الكباريه زيه زي اي حته تانيه. في الكافيتيريا كان في ناس عايزين ينهشوا لحمي، وفي الكباريه برضه كان في ناس عايزين ينهشوا لحمي. كل واحد يا زين. والفقر وحش، الفقر بيذل، وانا ذلت كتير قوي يا زين قوي. ليه كدبت عليا وقلت لي انك شغاله في مستشفى؟ انت بالذات ما كنتش هقدر اقول لك. انت مش عارف انت عندي ايه يا زين. انت عمرك ما هتقدر تحس الاحساس اللي انا حسيته النهارده لما لقيتك بتبص لي في الكباريه وانا برقص. حسيت كاني سكينه واتغرزت في قلبي. كان اهون عليا ان انا اموت وما اشوفش القصه دي في عينيك.
تصدقي وتأمني من الله. الدنيا دي أنا شفت فيها كتير قوي قوي وبعدلت فيها كتير، بس كنت دايما صلب طولي، عمري ما كسرت. النهاردة بس حسيت ان انا اتكسرت. معلش، ولكن اللي يكسرك يا زين حتى لو كنت انا، انا اعمل عليا ان انا اموت قبل ما اشوف يوم زي ده. اصر عليك بالموت، في حاجة كنت عايز اقولها لك من زمان اوي. عارفاها يا زين، بس مش عايزه اسمعها دلوقتي. سمعها لي يوم ما تبقى انت وانا قدها، لحد ما يجي اليوم ده يا دعاء. انت زي ما انت، انا هفضل زي ما انا. وكباريه؟ ما انا قلت لك يا زين ان الكباريه ما يفرقش اي حاجه عن اي حته تانية، بس صدقني انا دلوقتي مطمنه اكتر. مطمنه عشان حاسه ان انا لو جرى لي حاجة هيبقى ورايا راجل شحم وجدع هيعرف يقبل حقي كويس أوي. الجدع ده هيبقى اسمه زين، زين العشقر. أنا بس كل همي إن أنا أطمن عليك يا دعام. هتطمن، هتطمن عليا أكتر يوم ما تيجي تاخدني تخلصني من كل الهم اللي أنا شايفاه ده. وحياتك انت لا يحصل، وقريب قوي كمان. يا سلام، يعني ايه ما بيردش؟ قلت لك كلمته اكتر من 20 مره تليفونه مقفول. يا اخو في حرب لا يكون عمل فيها حاجه. لا ما تخافيش، هو زين صحيح دماغه ضربه وبيهيك زي الطور، لكن طيب وقلبه ابيض، مش هيعمل فيها حاجه. لا مش هتهون عليه. يا بختها لقيت ما تهونش عليه. الدور والباقي عليا انا، بقيت بهون عليك قوي يا حربي. ايه الكلام الفارغ اللي بتقولي ده يا بت؟ يا اخويا بقول لك شخط فيا وزقني وقعني على الارض وانت مش فارقه معايا. يا خرابي عليكم يا نسوان، يا خرابي. عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط. شفت ازاي بقى؟ مش فارقه معاك ازاي يا بيبي؟ عيب يا دندو اللي بتقوليه ده، انت ما تعرفيش غرامتك عندي ولا ايه؟ طب تصدقي تؤمني بالله لو حد تاني غير زين كنت قسمته نصين، لكن زين يعني زين مننا وعلينا، بس ليك عليا هيبقى في بيني وبينه كلمتين كده بس على انفراد. اه منك انت، ما باخدش منك لحق ولا باطل، وعارفه انك بتضحك عليا وبتسجدني، بس مش عارفه ليه بصدقك. طب بقول لك ايه يا دندن؟ قول. مش البيت هنا برضو في ميه سخنه؟ ايه؟ عايز تستحمى؟ عايز كوبايه شاي قبل ما اقع منك. ولا ما باخدش منك حاجه ابدا، اوامر وطلبات وبس. عليا النعمة حبيبي يا دندو. تسنيلة. بقول لك ايه؟ بالمناسبة يعني في ايه بينك وبين عزام وعنتر؟ بتسألي ليه؟ أصل سمعت الليلة عزام بيقول لعنتر إنه مستني بس الظروف تخلص وساعتها هيشوف شغله معاك. هو قال كده؟ وقال كمان إنه مش هيعديها لكم. هو كان بيتكلم عن إيه يا حارب؟ تاخديش في بالك، ده كلام في الهوا. لا مش عزام اللي يتقال عليه كده، ده سماوي عامل زي الجمل يشيل يشيل وضربته القبر. ده شكلهم هم. دعي تعالي يا بنتي، كويسه الحمد لله. اللي انت عملته ده زفت. مش وقته الكلام ده دلوقتي يا حبيبي. طب يا جماعه كويس ان احنا اطمنا عليكم بالاذن احنا بقى. طب والشاي؟ شوفوا بعدين يا دنيا. ماشي يا حربي، بس بسأل عليا. حاضر. سلامة دعاء، الحمد لله على سلامتك. يلا يلا. قول لك ايه بنت دعاء؟ عمل فيك ايه الواد ده؟ الله، ما ترد يا بنت. انت مش هتبطل الجنين بتاعك ده زين؟ ما هو انت لو كنت أثرت دنيا عند دعاء من الاول ما كانش كل ده حصل. مش انت اللي جبتها ورجعتها لدنيا بنفسك؟ عايزني اعمل لك ايه؟ ارميها في الشارع؟ ولا اوديها العيشة ولا اسربها زي القطط؟
طب اركب اركب فلتك الكحله دي اركب.